على مدى يرتكز، على مدى يعتمد؟ أول حاجة بغيت نقولها هو أن أي واحد عنده كيشوف فيه ولا في شي واحد في العائلة ديالو عنده شي وحدة ولا جوج من هذه الأعراض هذه، ضروري خصو يمشي عند النورولوج، عند طبيب الأعصاب، طبيب الدماغ، ماشي النوروشيروجيا، ماشي نيمبورت كي، خصو يمشي عند النورولوج. وكنأكد عليه، علاش؟ لحقاش النورولوج هذا طبيب الأعصاب هو الوحيد اللي عنده القدرة باش يدير لي تيست كاملين باش يقول هاد السيد عنده مرض الباركنسون. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، مرض الباركنسون كيختص، علاش كيبان؟ كيبان من بعد ما كتموت واحد الخلايا عندنا في واحد البلاصة صغيرة في الدماغ. هادوك الخلايا كنسميهم الخلايا اللي كيفرضوا لا دوبامين. لا دوبامين كنعرفوها أنها سيت اون موليكول دو بليزير، و اون ميم طون سي اون موليكول دو لا موتريسيتي، سي واحد الماده اللي مكلفه بلو كونترول ديال الحركه عند الانسان. ولهذا منين ما كيموتوا هاد الخلايا هادو ديال لا دوبامين اللي كيفرضوا لا دوبامين، هنايا فين كيبدا يبان مرض الباركنسون، بالعدم ديال الحركه ولا بالصعوبه باش يؤدي لواحد الحركه. يعني اول علاج اللي فكروا فيه لي شيرشور الباحثين العلميين، بالاخص ايرفين اللي خدا البري نوبل في الاواخر ديال الستينات، قال بما ان كاين مشكل ديال فرز لا دوبامين في المخ، نقدروا نعوضوا هاد لا دوبامين، نعطيوها للانسان ياكلها وكم دي كومبريمي، وربما عدل المفعول ديالها وغادي تحل لنا المشكل. المشكل اللي وقع هي لا دوبامين ما كدوش بالدم المخ، كتحصل في واحد لو فيلتر عندنا او نيفو ديال لا فاسكولاريزاسيون، في هذاك عندنا ان فيلتر في الدماغ، اي موليكول ما تقدرش تدوز، اي ماده ما تقدرش تدوز من الدم للمخ، وهاد لا دوبامين كبيره في الحجم ديالها ما كتقدرش تدوز، ولهذا ما عطاتش حتى شي نتيجه. جا هو قال بما ان لا دوبامين ما كتدخلش للجسم عبر المخ عبر الدم، نعطيو واحد لا موليكول وحده اخرى، واحد الماده وحده اخرى اللي هي اللي منين عاد تدخل من المخ عاد تحول لا دوبامين وعاد دير المفعول ديالها. ايفيكتيفمون هادشي اللي وقع، دار هذا التحاليل ودار بحوث على لي لابان، على القنيات، واللي عطاهم المرض ومن بعد عطاهم هاد لا الدوبا، سي ان بريكورسور دو لا دوبا. من بعد ولاو هاد لي لابا ولاو كيجريو ولاو عاديين، ولهذا في هذاك الوقت الى بروبوزي الدواء هذا المرض المرضى ديال باركنسون. هادشي عطى نتائج ممتازه جدا في الاواخر الستينات في البدايه ديال السبعينات، بحيث المرضى صابوا على هاد الدواء زعما واحد الطريقه جد مهمه انهم بقاو، يعني كانت نتائج مرضيه، كانت نتائج مرضيه جدا جدا، سميناها سيتي اون ريفولوسيون دو لا ثيرابوتيك ديال المرض الباركنسون. ولكن المشكل اللي وقع هو ان مع الوقت بقى كاين عدم هذا المفعوليه ديال هذا الدواء هذا على الاعراض ديال مرض الباركنسون. ما بقاوش المرضى كيجاوبوا ربع سنين حتى ست سنين ديال البدايه ديال المرض كيجاوبوا مزيان الدواء ديال هذا راه كاينه في المغرب المادوبار. ولكن المشكل اللي كيوقع ربع سنين ولا خمس سنين ولا ست سنين من بعد البدايه ديال هذا الاخذ الدواء، كيوقع مشكل ما كيبقاش عنده ليفيكاسيتي، ما كيبقاش عنده مفعوليه مهمه، وكيقدر يتسبب في اعراض واحدة اخرى من بينهم لي ديسكينيزي، بنادم كيبدا يتحرك بطريقه غير ماشي متحكم فيها، غير متحكم فيها. اكزاكتومون كنسميو هذا لي موفمون انفولونتير اب انورمو، يعني الانسان ما كيقدرش يبقى يتحكم في هذه الحركات اللي كتولي اكزاجيري وما كيقدرش يتحكم فيها. ولهذا كاين بزاف ديال المرضى اللي كيفضلوا يوقفوا الدواء باش ما يبقاش عندهم هذا المشكل هذا، لحقاش هذا كيأثر اكثر من المرض اللي عندهم. ولهذا احنا في هذاك الوقت انا وصلت ندير الدكتوراه ديالي، وكنا كنهضروا بزاف على هاد المشاكل اللي عند المرض الباركنسون بهذا الدواء هذا. ولهذا الباحثين العلميين في العالم كامل قالوا خصنا نلقاو شي حل، وبداو دراسات مهمه بزاف، وطحت زعما في هذاك الوقت المناسب اللي بديت الدكتوراه ديالي،
وبديت كنخدم على القراده اللي كنعطيوهم المرض وكنحاولوا نلقاو شي علاج واحد اخر اللي يقدر يعوض لنا هذا المشكل ديال المادو بار ديال تريتمون بار ميديكامون ديال الدواء. ولقينا ان اذا زرعنا واحد شنو كنسميو ديزيليكترود بحال اقطاب في واحد لا ستركتور صغيره في الدماغ ديالنا ونصيفطوا لها لو كورون الكتريك نعطيوها الضوء كنقدروا نحسنوا العمل ديالها وتولي كتخدم مزيان وتحسننا الحركه ديال الجسم عند هادو بدينا عند القرده اللي عطيناهم مرض الباركنسون. نعم. هادشي جا الفكره جات من بحوث كبيره اللي وقعت في العالم مشينا كنبحثوا في الدماغ منين ما كتبقاش هاد لا دوبامين ما كيبقاش هاد الخلايا اللي كيفرزوا لا دوبامين كيموتوا شنو كيوقع في البلايص الاخرين اللي عندهم اللي كتحكم فيهم لا دوبامين. ولقينا ان هاد البلايص هادو من بينهم واحد النويو صغير سميتو النويو سوتالامي كيولي الى ديغيغلي في العمل ديالو ما كيبقاش يتحكم في العمل ديال الخلايا الخلايا فوالا هذه خلايا ما كتموتش اللي ماتت هي اللي كتفرز لا دوبامين ولكن بما ان لا دوبامين ما بقاوش كتكونترولي لاكتيفيتي ديال هاد لي نيرون ديال هاد الخلايا ديال النويو السوتالاميك. ولهذا قلنا بما انه ولاو كيخدموا بطريقه ماشي جديه ولاو اون فاسون ابيرونت ولينا كنعطيوهم الضوء كنديروا لهم ان كورون الكتريك بور ريغولاريزي العمل ديالهم ولهذا اعطت نتائج زعما جيده جدا بحيث القرده اللي كان عندنا عندهم مرض الباركنسون من درنا لهم هذه الاقطاب وبدينا كنعطيو فيهم الضوء ولو تقريبا عاديين ما بقاش فيهم نهائيا المرض ما عندهمش ديك الحركه اللي هي غير متحكم فيها او اهتزاز نهائيا داك هذيك الصعوبه في الحركه ما بقاش ولو كيتحركوا عاديين ما بقاش الارتعاش ما بقاش هذاك الترعش ما بقاش عندهم ما بقاش هذاك شنو سميتو اللي كنقولوا ديال التصلب العضلات ما بقى عندهم حتى شي اعراض من هاد الاعراض ديال مرض باركنسون. ولهذا قلنا بما ان سامارش تري بيان هادشي كيخدم مزيان عند عند القراده اللي عندهم مرض الباركنسون نقدروا نطبقوا هادشي على المرضى الباركنسون. وشنو كانت النتيجه؟ النتيجه كانت ممتازه جدا بحيث درنا المرضى الاولى في غرينوبل من بعد الدكتوراه ديالي مشيت لغرينوبل مع البروفيسور علي ملويزي بين بن عبيد وبيير بولاك اللي كانوا كيهتموا بهذا المرض الباركنسون بزاف ودرنا عمليات باش كان امبلونتيو هاد لي زيليكترود في الدماغ ديال الانسان وكان نديروا واحد لو كابل كيهود من الدماغ حتى الجسم وكنديروا واحد لو ستيمولاتور بحال ان بيل اللي كتبقى تصيفط الضوء اللي كتصيفط ان كورون الكتريك بو ريغولاريزي الخدمه ديال هذوك الخلايا اللي في الدماغ اللي كانت كتخدم بطريقه عشوائيه وعطات نتائج جيده جدا بحيث ما بقاوش الاكثريه ديال المرضى ما بقاوش كياخذوا داك الدواء ولا كياخذوا شي حاجه قليله منه ولقاو كيوليو عاديين. سي دوماج ما كاينش لا فيديو كنت نوريك دي فيديو ديال لي باسيون اللي كيو بينيفيسي من هاد العلاج هذا الجراحي وتشوف ان الانسان اذا شفتيه عنده هاد ليكيبمون افيك لي ستيمولاسيون الكتريك ما يمكنش تقول هذا عنده المرض الباركنسون ولا انسان عادي جدا تحكم في الحركه ديالو ما بقاوش نهائيا التصلب العضلات ما بقاش ترعش ممتاز ممتاز فوالا دونك هذا اول عمل دار عند الانسان درناه في غرينوبل ومن بعد انتشر شويه بشويه في العالم كامل. ممتاز. هادشي كنهضر لك فوالا ان انتشر في العالم كامل وفي واحد الوقت قلت ما يمكنش من المغاربه دي المغاربه ما تقاسمش التجربه مع ولاد بلادي. اكزاكتومون انت قلتيها بنفس الطريقه اللي بغيت نقول حتى انا. اذا قريت لك افكارك بروفيستر قريتي لي الافكار ديالي ما عندي ما نسالك الاخت خديجه. فعلا ولهذا
تلاقيت مع باحث واحد الجراح على الدماغ سي عبد الحكيم الخضر كو جو سيت اوجوردي افيك بوكو دو فيرتي. كنحيوه عندنا دكاتره بصراحه, عندنا دكاتره في المغرب مستوى عالي جدا. نعم زعما بصراحه كاينه بعض المرات كيعطيو دي, كاينين شي وحدين اللي كيعطيو دي زيماج ان بو نيجاتيف باسكو بون سورتو في البريفي وداك الشيء, ما ندخلش في هاد التفاصيل اكيد واضح لانه ماشي موضوعنا في الحقيقه, ماشي موضوعنا اليوم. ولكن انا كنأكد عليكم ان عندنا اطباء في المستوى عالي جدا في المغرب, كسا سوا في النورولوجي ولا النوروشيرورجي واطباء ديال القلب جميع الاختصاصات. ممتاز. ولهذا خصنا نديروا الثقه فيهم ونحاولوا نتعاملوا معهم بطريقه جديه, لحقاش عندهم مستوى عالي وكيقدروا يعالجوا المرضى بواحد الطريقه ممتازه جدا. اذا بروفيسور عفوا, نعم عفوا على المقاطعه, يعني هذا العلاج الان هو متوفر في المغرب, يعني في المستشفيات المغربيه ديال المملكه, وكيتم يعني العلاج ديالهم والتدخل هذا اللي ذكرتي, وكتكون نتائج مرضيه, غير باش نبشروا السادة المستمعين وأيضا حتى المرضى. ابتداء أول مريضة درنا لها العملية في المغرب كانت في لوبيتال ابن رشد, السبيطار الجامعي, المستشفى الجامعي ديال ابن رشد الدار البيضاء. فوالا كانت نهار 10 شتنبر 2007 أول عملية درت في المغرب. من بعد درنا وحدين أخرين في نفس لوبيتال, ومن بعد الدار البيضاء كانت هذا المستشفى الجامعي ديال الرباط حتى هو درنا فيه العمليات, من بعد درنا فاس, من بعد مراكش, وجده هذه عامين باش بداو حتى هما, وان شاء الله بينتو في المستشفى الجامعي ديال طنجه غادي يبداو العمليات حتى هما. ممتاز. اللي غادي يبدا لو سيرفيس العمل ديالو. ولهذا كاينه بزاف الناس اللي ما عارفينش ان في المغرب كاينه هاد الامكانيه ديال العمليه ديال المرض الصحي, وهذا هو هدفنا. يعني انا تعمدت, وكان يعني كانت قصديه مني اننا نبينوا للناس ان في المغرب كيتم هذا التدخل الجراحي فيما يتعلق بمرضى الباركنسون اللي كيعانيوا كثير, وهذا هو الهدف ديالي بروفيسور. وهذا زعما بصراحه درتيها مزيانه, علاش؟ لحقاش بزاف الناس اللي ما عارفينش ان هذه العمليه موجوده في المغرب. أنا الأسبوع اللي فات كنت في مراكش, شاركت واحد المنتدى كبير العربي الإفريقي على كل ما كيخص الصحة والانفستيسمون في لا سونتي, وجلي كريي تري فور, قلتها بصوت عالي أن في المغرب راه كاينه في جميع لي سيرفيس ديال المستشفيات الجامعية هاد الشيء هذا, في لي سيرفيس دو نوروشيرورجي وجراحة دي سيرفيس ديال جراحة الدماغ. وما كرهتش أنا هاد الشيء يتعمم في إفريقيا كلها, لحلاش في افريقيا كاينه جوج دول وثلاثه دول بالاخص اللي كيديروا هذه العمليات, هو المغرب ومصر وافريقيا الجنوبيه. وكنتمنى ان هذا الشيء يتعمم في الدول الافريقيه, دول المغرب العربي, تونس, الجزائر, وكذلك في الدول الاخرى الافريقيه, وان شاء الله يكون غير خير باش يتطور هذا الشيء. اذا بهاد الرؤيه التفاؤليه واللي كتبشر بالخير بطبيعه الحال, وكتبشر كل مرضى الباركنسون ان العلاج متوفر وكان على يدك, يعني كنعتز وكنفتخر بك, كنشكرك جزيل الشكر بروفيسور عبد الحميد بن عزوز, الباحث في علم الاعصاب, لديك سلسلة من الأبحاث العلمية والإكلينيكية لعلاج مرض الباركنسون, أنتم أيضا مسؤول فريق البحث في كيمياء الأعصاب ومرض الباركنسون بمعهد الأعصاب بفرنسا, عضو الجمعية الفرنسية لعلم الأعصاب ومدير الأبحاث بجامعة بوردو, ورئيس جمعية تحفيز الدماغ العميق, وأول من اكتشف علاج مرض الشلل الرعاش والباركنسون. كنشكرك جزيل شكر بروفيسور عبد الحميد بن عزوز, نورتنا في صباح الخير. شكرا.